حضراتكم في يوم رمضان الكريم علينا وعليكم. فيديو اليوم رح يكون عن كيف نساعد مام بالمطبخ، واليوم رح نقطع السلطة. خلينا نبلش، أهم إشي نكون غاسلين الخضرة. فنبلش بفلافلة حلوة، كيم هاي بكون معلي هون، كيم ها ونحطها عجلي. نبلش نقطعها هيك من النص، هيك نقطعها من النص. كده بنكون مغسلين ايدينا عشان الصحة يعني. نبلش، رمضان كريم علينا وعليكم بإذن الله وصيام المقبولة. بنقطعها، انتو قد ما بدكم حطوا فلافلة، فأنا ما كثير بحب الفلافلة فما رح مش أكسبها، فإحنا ما في زهور. زي ما انتو شايفين طلع معنا هيك، ف برضو عشان طلع صغير سلطة رح يكون مثل هذا الصحن، فرح نقطع كمان. واكيد حاب اعرف عن حالي، انا اسمي جنى، عمري 10 سنين، انا بدرس مدرسة مدرسة الرئيس محمود عباس. موهبتي الطبخ وحفظ القرآن. بعد ما أخلص حرجعكم، رجعت لكم هيك صار. فرح ندير هالمعلومات، ندير السكينة. بعد ما درناهم هيك هسه نزيد الخيار، نجيب هاي ونجيب نفسها لنا ونص. وبعدين نقسمها شرائح هيك، بعدين نحطهم مع بعض هيك. فرجعتكم بعد ما انا عنها هيك، انا عناها هيك صار. نديرها بعدين نصغرها، بلش قطع بالطريقة الثانية لأنه شوي إنه كان صعب بالطريقة الأولى، فبدور هدول وبلش صغار. ليش بدي اياهم صغار؟ عشان لما انه اجي اكلهم يكون هيك اعرف اكلهم. ف انا اسفه على الصوت يعني. برد اعيد، رمضان كريم علينا وعليكم، وان شاء الله صوم مقبول يا رب بإذن الله. إلا أقولكم بوجه أكبر تحية لمدرستي، مدرسة الرئيس محمود عباس، و رح أقطع هدول الباقي وأرجع. هيك بعد ما خلصت اليوم اللون أخضر كتير، شوفوا مش مبين انه في هون. نجيب بندورة، انا البندورة الحمراء، نقيم تشريط من هون، نقطع جنب، بعدين نقسمها من النص. واهم شيء نكون مغسلين ايدينا، عشان إذا مثلا كنا مش مغسلين إيدينا وكانوا عليهم جراثيم
نحطهم على البندوره اللي رح ياكلوا اكيد رح يعني يصير معهم اشي بالمطبخ تحضير. حطيتين ورجع لكم عشان ما اطولكم بالفيديو. هيك صارت البندوره. اوبسيت هيك البندوره صارت. فرح نديرها هون كمان. فهاي هلا اقطعها سريع سريع وارجع لكم. هاي هيك ونديرها هكا. نجيبها قطع بعد ما اقطعها رح ارجع حبايبي الحلوين. هاي هيك قطعناها نديرها هيك. رح تكون السلطة على فكرة انا جعت مين احلى ريحة البندورة. قطعها. مين بحب الطبخ؟ انا. بعديها نجيب البصل الاخضر يمين بلش انقطع هيك. انا اسف على ازعاج صوت العصافير يعني. عشان ما يطلعش يعني تصير كأنك بتكره شيء شكسينك يعني. نجيب البصل الثاني. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانت بعدك صاير وصار. لا مين بحب رمضان؟ أنا. هيك فرمنا البصلات نديرهم برمضان. هسا النعنع. النعنع الأخضر يمه ما أحلى ريحة النعنع. هسه احط هذول على جنب. اكيد 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 ثم اكيد بعد ما اقفل الوسخ ورح اجيب كيم السلطة والهيك وامسح محل ما وسخت. اشكيها اجيب السلطة واغسل ايدي. بعد ما اغسل نجيب السكينة ونبلش نخلط. حتى لو غسلتوا بايدكم ممنوع انه ما تحطوا هيك تصير تحركوها بايدكم. فراح نحركها. هيك صار الصحن. بس نجيب ليمونه وارجع لكم. هيك جبنا الليمونه قطعها يمه. نفس هيك اللي بحبوا السلطه الحامضه يحطوا ليمون ليمون او ملح يعني عشان تصير مالحه. نحط شويه ملح اذا طولت عليكم. نرش الملح هيك
بنجرب نعصر ليمون بلش نحرك. ليش هيك عم شوي شوي نحركه؟ يمين والله صحيتوني. اوكي بعديها رح ارجع هيك نجيب هاي شرائح الليمون نحطها. هيك جهزت الصحن. نظر رمضان بكملش غير مع التمر. ورمضان كريم علينا وعليكم. كانت معكم جنى خالد من الصف الرابع باء من مربية الصف 6 ناهد. وباي.